انطلاقا من القيمة الكبيرة لذكرى 42 لتحرير سيناء، حرصت وزارة الثقافة على إعداد برنامج حافل احتفاء بهذه المناسبة، والتي تجسد تمسك الشعب المصري بكل شبر من أرضه والتضحية من أجل استرداد العزة والكرامة دفاعا عن أرض مصر الغالية، حيث تستهدف فعاليات البرنامج الذي أعدته وزارة الثقافة تأصيل هذه المعاني لدى الأجيال الجديدة بغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، ونقل صورة مما تشهده سيناء من تنمية وبناء وتعمير، حيث تنظم هذه الفعاليات من خلال قطاعات الوزارة في القاهرة والمحافظات. تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا مكثفا من الفعاليات بهذه المناسبة، وذلك بمواقعها بجميع المحافظات، حيث تتنوع بين اللقاءات والمحاضرات والأمسيات والعروض الفنية ومعارض الكتب والفنون، وتتضمن الاحتفالات سلسلة من اللقاءات الشعبية والجماهيرية والندوات التثقيفية والمحاضرات والعروض الفنية التي ترمز لكل مراحل النضال من أجل تحرير سيناء ومراحل تعميرها والكفاح المتواصل من أجل حمايتها. احتفال الوزارات والهيئات المختلفة بذكرى تحرير سيناء لأنه الإنجاز الذي تحقق بكل سبل النضال الوطني بالكفاح المسلح بدءا من حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر المجيدة، ثم بالوسائل السياسية والدبلوماسية من خلال الوسائل القانونية عبر التحكيم الدولي، وجميعها معارك كبرى خاضتها مصر بكل عزيمة واقتدار. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى في هذا الصباح. الحقيقة أن الثقافة بتلعب دور كبير جدا في إحياء المناسبات الوطنية وفي إرساء قيم الانتماء في الشعوب. الحقيقة أنا حابة أتكلم عن ذكرى تحرير سيناء وبالتحديد عن وزارة الثقافة المصرية اللي نظمت العديد من الفعاليات المتنوعة احتفاء بهذه الذكرى الغالية جدا على قلوبنا كلنا. للحديث أكثر عن هذه الفعاليات معايا دكتور حسين البنهاوي، وهو عضو المجلس الأعلى للثقافة، وهو أيضا المحاضر بجامعة عين شمس. هيكلمنا أكثر عن هذه الفعاليات. صباح الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك والسادة المشاهدين بخير، وكل سنة ومصر بخير، والذكرى العطرة هذه التي تتجدد كل عام لتبث فينا الأمل تبث فينا العزيمة لاستكمال الرقي ورفعة مصر. فكل عام ومصر بخير. الحقيقة أنه وزارة الثقافة، لأنه عنصر الثقافة عنصر هام جدا في حياة الشعوب، بتنظم فعاليات على من خلال كل قطاعات وزارة الثقافة. فبنجد دار الكتب الآن هناك ندوة عن سيناء وتاريخها وكل ما يتصل بيها، كذلك قصور الثقافة بتنظم فعاليات من خلال قصور الثقافة سواء في شمال سيناء أو في جنوب سيناء، وفي قصور الثقافة على مستوى الجمهورية. دار الأوبرا أيضا بتنظم فعاليات متصلة بالفنون الشعبية المختلفة، والسجل حربي في التاريخ. ولك أن دور المواطن المصري منذ الدولة القديمة في مصر ومنذ القدماء المصريين والأسرة الأولى حتى الآن، ونحن نزود عن هذا القدر، لأن مصر هي كنانة الله في أرضه. وإذا كانت البوابة الشرقية كانت تأتي دائما الغزوات والمعارك الحربية في هذه البقعة، فمن حق الأجيال الحالية والمستقبلية أن نلقي بالضوء على هذا السجل التاريخي العامر والزاخر، وأن نعرف المواطن بقيمة هذه الأرض وقيمة الدفاع عن هذه الأرض، عشان أجيال تتعلم أن المصري ما بيسيبش أي شبر. إطلاقا إطلاقا المصري على مر تاريخه هو مرتبط جدا بالدفاع والزودة عن أرضه. مصر صاحبة أكبر تاريخ حربي يمكن أن تقولي أو تتحدثي عنه لدولة بعينها. فهذا من الأهمية، لأن ذلك يعمق الانتماء الوطني ويعمق معرفة المواطن بأرضه بشعبه بحضارته. فأعتقد أنه ما تقوم به وزارة الثقافة في هذا الصدد من الأهمية بمكان.
طيب اسمح لي اتكلم على سيناء وعلى اهتمام الدولة بشكل كبير جدا بالتنمية واطلاق العديد من المشروعات لسيناء والاهل سيناء. نعم. كيف رأيت هذه المجهودات من الدولة؟ والله بص حضرتك، ما قامت به الدولة خلال العشر سنوات السابقة في تعمير سيناء يعني يجب أن نشهد به ويجب أن نعترف به. كوبري السلام، أنفاق السلام، الأنفاق التي تم مدها لمرور مياه النيل ووصولها إلى سيناء، المشروعات الضخمة التي قامت على أرض سيناء، التعمير في ربوع سيناء، ما حدث في جنوب سيناء على سبيل المثال من ازدهار غير عادي وبناء لكثير من الفنادق واستقطاب الأعداد كبيرة من السياح، كذلك في شمال سيناء كانت هناك حركة تعمير، القضاء على الإرهاب في سيناء، هذه واحدة من المعضلات التي كانت تواجه الدولة المصرية. انك تمشي بالتوازي مع الحرب بالزبط. على الإرهاب وفي نفس الوقت التعمير في نفس الوقت بالزبط. ما كانش الموضوع سهل. القضاء على الإرهاب دي كانت عملية ما لم تكن بسهولة، لأنه نتذكر أنه بعد أحداث يناير 2011 بدأت أشياء يعني يخجل الإنسان أن حتى يتذكرها، لكن استطاعت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية أن تقضي على الإرهاب وجذوره في هذه البقعة الغالية، أن تعمر سيناء، أن تمد المياه لها، وننتظر المزيد، لأنه أنا في تقديري أنه يجب أن يتم تعمير سيناء بالبشر، ويجب أن يكون هذا محسوبا، بمعنى أن المجتمعات المستحدثة والمجتمعات الجديدة يجب أن يكون لها استراتيجية في تكوينها، سواء على مستوى الطراز المعماري، التركيبة السكانية، المستوى الثقافي لمن سيقوم بتعمير هذه الأراضي، البكر. لأنه سيناء في الحقيقة على مر تاريخها كانت يعني منجم لمصر، يتم التنقيب عن المعادن فيها، يتم استجلاب المعادن، لكن لم تأخذ حظها من التعمير والعمران. أنا الأوان ومع الجهود التي بذلت على مدى السنوات العشر الماضية أن نغزو سيناء بالكفاءات البشرية، يكون هناك رؤية لزراعة الزراعات التي ستجود في سيناء. سيناء أرض بكر خصب، فيها مصادر سواء معدنية أو مصادر طبيعية أو مصادر سياحية جميلة جدا وعلى مستوى عالي جدا، فأرجو أن يعني نكمل المشوار في هذا الصدد. طيب أهمية توعية الأجيال بقى اللي جاية، يعني نعم. الأجيال اللي جاية شايفة المجهودات بتاعت مصر عشان تعمر سيناء مرة تانية، شايفة الحرب على الإرهاب وكل الخسائر طبعا اللي كانت لأهل سيناء الفترات اللي فاتت بسبب هذه الحرب. نعم. اتظلموا بشكل كبير جدا بسبب يعني هذه الحرب. نعم. فتوعية الأجيال القادمة بأهمية ده. أنا بشكر حضرتك على السؤال دوت، لأنه لما نتكلم عن التوعية، التوعية بتتم من خلال إيه؟ من خلال الإعلام، من خلال الوسائل المطبوعة، من خلال الوسائل المرئية والرقمية. مازال هناك تقصير في هذا الصدد، يعني أنا أتخيل أنه تصدر سلسلة للأطفال بالتوعية بكنوز سيناء. سيناء مليئة بالكنوز، سيناء مليئة بالقلاع على سبيل المثال، والأطفال يجب أن يعلموا عن هذا، مليئة بالمظاهر الحياة الطبيعية. القبائل السيناوية لديها تقاليد عريقة جدا ولديها تراث مادي وغير مادي. يعني أنا كنت في ندوة منذ عدة أيام بمناسبة اليوم التراث العالمي، فوجدت أنه لم تتنبه الدولة حتى الآن، لأن الملابس السيناوية، الأدوات المادية للقبائل السيناوية لم يتم توثيقها بالشكل الكامل أو بالشكل الكافي على الوجه التحديد. عشان برضو لو أي حد بيسمعنا دلوقتي مسؤول يبقى تمام. تفاصيل لو التفتنا إلى التراث المادي لسيناء، ستجدي أنه
القبائل السيدوية لديها نمط من الملابس التي يجب أن نحافظ على هذا التراث، نحافظ عليها بالتوثيق. هناك متاحف في سيناء يجب أن نعيد افتتاحها ونعيد تجديدها، هناك مظاهر مادية في الأدوات التي يستخدمونها، هناك مظاهر للطعام السيناوي القائم على يعني استجلاب مظاهر البيئة المختلفة من حيوان ونبات وما إلى ذلك. كل هذه الأمور يجب إلقاء الضوء عليها وحفظها من الاندثار والضياع، لأنه مع التوسع العمراني ومع الأشكال العمرانية الجديدة التي لم يعتدها السيناويين سيكون هناك نمط حياة مختلف. علينا أن نحافظ على نمط الحياة التقليدي للسيناوي حتى لا يشعر بالغربة أو الاضطراب النفسي. علينا أن ننمي هذا من خلال تعريف المواطن على مستوى مصر، تعريف المصري بصفة عامة، تعريف الأطفال بالبطولات التي تمت على أرض سيناء. القبائل السيناوية قامت ببطولات فزة أثناء الاحتلال لهذه البقعة، فعلينا أن نلقي بالضوء عليها، علينا أن نلقي بالضوء على البطولات التي تمت من خلال من الجيش المصري ومن خلال عناصر في سيناوية كانت حقيقة ترفض أي تدخل أجنبي لهذه البقعة وظلوا تحت الاحتلال إلى أن تم تحريرها، ويجب أن نبرز هذه العناصر مرة أخرى ونلقي بالضوء عليها. حضرتك قلت نقطة مهمة جدا اللي هي الأطفال، وإزاي أن أنا أقدر أعلم الأطفال من وهم صغيرين ويتربوا على ده. دور وزارة الثقافة بده، الفعاليات بقى اللي بتقدم للأطفال الصغيرة علشان يعرفوا اكتر عن تاريخ بلدهم ويعرفوا كل يعني ده ممكن يعرفوه اكتر من خلال افلام، من خلال الدراما، ولكن برضو الفعاليات اللي هم بيحضروها دي بتبقى مهمه جدا ان هي توثق ده في دماغهم. ده بدون ادنى شك. انا هقول لحضرتك حاجه، انا بتذكر يعني عندما كنت طفلا وشابا في الاعدادي وفي الثانوي حتى في الابتدائي كان بتيجي افلام بتعرض عن بطولات عن مصطفى كامل. يعني أنا تأثرت بشخصية مصطفى كامل من خلال فيلم عرض في المدرسة الإعدادية التي كنت بها. أصبح هذا نموذج أمامي للوطنية وكنت أتمثله دائما في حياتي. فأنا عايز مرة أخرى أن تكون هناك خطة متكاملة لإسراء الوعي القومي وإسراء الانتماء الوطني. ما زلنا حتى الآن، وأنا يعني يمكن لا أتحرج أن أقول هذا، هناك قصور في هذا المجال يجب أن نعطيه اهتمام أكبر. تنمية الانتماء الوطني لمصر، كيف ننمي الانتماء الوطني؟ بالتعريف بعناصر مصر، بجغرافية مصر. مصر سرية، أغلى كنز بتملكه مصر هو ثقافتها. كيف نقدم هذه الثقافة للأجيال الحاضرة وللأجيال الشابة وأطفالنا؟ هذا السؤال يجب أن يطرح وبقوة على موائد البحث. أرجو أن تتنبه الجهات المعنية لهذا. بالعكس حلو أن احنا بنتكلم في ده، علشان فعلا لو أي حد سامع دلوقتي بالعكس لو في أي مجهودات تكمل كمان بشكل موسع أكتر. أنا في تقديري هذا المجال يحتاج إلى جهد أكبر، لأنه تنمية الانتماء الوطني منذ الصغر وخاصة في مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب من الأهمية بمكان، لأن مردودها هيجي بعد كده من مواطن صالح يعرف وطنه، يعرف مفردات وطنه، يعرف قيمة وطنه. مصر دي ليست بالدولة العادية، مصر دولة متميزة في ثقافتها، في حضارتها، في تاريخها، في جغرافيتها. كل ذلك يجب أن يلقى بالضوء عليه من خلال سواء وسائل يعني الإعلام المختلفة، من خلال الصيغ الورقية، من خلال الصيغ الرقمية. كل هذا أعتقد أن احنا يعني ما زلنا في احتياج إلى مزيد من الجهد في هذا الصدد. طيب أنا عندي فضول بس أعرف من حضرتك، أنا عارفة أن ده مش موضوعنا دلوقتي، ولكن عايز أعرف أهم الأفلام اللي حضرتك شفتها وأثرت فيك بشكل كبير وتنصح الآباء والأمهات دلوقتي ان هم يفرجوها لاولادهم الصغيرين. اللي بتجسد
هذه الملحمة وبتجسد استعادة أرض سيناء مرة أخرى. نعم، هو حضرتك في الحقيقة أخذتيني النقطة مهمة جدا أنا عايز أتكلم عنها دائما، وهي الأفلام الوثائقية. يعني أنا أتمنى أنه نبذل جهد أكبر في الأفلام الوثائقية. يعني لو حضرنا 100 موضوع أو 100 فيلم وثائقي، يجب أن يكون هذا هو المقرر أو الجرعة الثقافية التي يجب أن يتناولها الشباب والأطفال في مراحل العمر المختلفة. هذا على سبيل المثال. احنا أثر في أفلام ويمكن كتير جدا من الأفلام الرائعة، زي ما قلت لحضرتك مثلا فيلم مصطفى كامل. هل عملنا فيلم بهذا المستوى عن سعد زغلول ومحمد فريد و قصدك الشخصيات؟ الشخصيات أكثر. الشخصيات خلي بال حضرتك، الشخصيه من الممكن ان انا تعجبني شخصيه معينه واتمثلها، اعتبرها مثلي الاعلى. يعني انا بعتبر السادات ده هو مثلي الاعلى في حقيقة تمثلته. بعد مصطفى كامل اعتبرت ان السادات ده هو مثلي الاعلى. حلو ان يبقى دايما في مثل اعلى يحتذى بيه. في ممكن يعتبر زويل، في شباب كتير جدا بيعتبروا زويل مثلهم الاعلى في الحياة ويتمنوا انهم يصلوا الى المرتبة. في شباب كتير جدا اعرفهم بيجدوا في يعني مثل في الحياة في مجدي يعقوب. مجدي يعقوب ده سيرة ومسيرة رائعة للإنسان بدون شك. بدون شك انه هذه الامثلة الرائعة في حياتنا يجب ان نلقي بالضوء عليها. وانا عايز اقول حاجة، هو ليس بالضرورة حتى انه يبقى يعني شخص وطني. يعني انا اتأثرت برضو بالمهاتما غاندي من خلال يعني هقول لحضرتك حاجة. وانا في المرحلة الثانوية وجدت مسابقة عاملاها السفارة الهندية لكتابة موضوع عن المهاتما غاندي، ولم أكن أعرف الكثير عن المهاتما غاندي، لكن رحت شفت فيلم هندي عن المهاتما غاندي، اتأثرت بيه وبمسيرة كفاحه وبكيفية كفاحه أيضا، لأنه كان بيكافح الكفاح السلمي. وابتديت أبحث في المكتبة عن كتب عن المهاتما غاندي، وكتبت موضوع وقدمته للسفارة. كنت طالب يعني، بص أهو كمان حضرتك مثل يحتذى به، لأن برضو الأجيال دلوقتي ما بيعملوش ده. او مش هعمم طبعا واقول كلهم، ولكن اقصد ان الاجيال اختلفت. ما هو هنا بقى دور الانترنت كمان سهل كمان دور المؤسسات الثقافيه بالزبط. يعني انا بعتقد انه وزاره الثقافه من خلال قصور الثقافه، لو ان وزاره الثقافه اجرت مسابقه في كل قريه مصريه اكتب عن قريتك وألقي أخلي الشباب في هذه القرية يبحثوا عن عناصر الجمال وعناصر تاريخ كل قرية. وبيحضرني هنا كتاب أنا لسه قاري من كام يوم لمستشرق إنجليزي كاتب عن مدينة قوس. يعني أنا كان جزء من دراساتي عن مدينة قوس، عن جنوب مصر وحلايب وشلاتين وبالذات قوس. قوس لها تاريخ عريق جدا، كانت بالتجميع لكل الذاهبين الى الحج، كانوا بيتجمعوا في مدينة قوس. وخرج من مدينة قوس شيوخ وعلماء. هل اهل قوس يعلموا عن هذا؟ ربما لا. انا قمت بزيارة قوس وقمت بالبحث في ذلك، فوجدت مع الاجيال المتتاليه ذهبت الفكره ولم يعد لقوس هذه المكانه التاريخيه التي كانت لها على مر التاريخ. انا من خلال وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم، عشان بس ما حملش على وزارة الثقافة كتير، ومن خلال وزارة الشباب، عليكم ان تعمقوا الانتماء ليه كل بقعة في أرض مصر للقائمين عليها والذين يعيشوا عليها. لأنه أنا من خلال التعريف بمفردات الوطن والبقعة الجغرافية اللي أنا عايش فيها أهميتها إيه. يعني إحنا جالنا، وأرجو أنه ما يكونش خروج عن الموضوع، جالنا وفد من أستراليا من قيمة أسبوعين، واكتشفوا أن إحنا بنهدر مواد المخلفات، الموز، شجر الموز وقشر الموز بنهدر. فقالوا ده كنز ويجب أن تقوم
تقوم باستخدامه. وتمت اتفاقية لاستخدام هذا الكنز. بقالنا على مدى عشرات السنوات ومئات السنوات نستخدم الموز ولا نعرف أنها المخلفات الموز لها أهمية. دي حاجة بسيطة من حاجات كتير مثال جدا. مثال وخدي يعني عندك حضرتك أمثلة كثيرة. يا هضرب لك برضو مثلا. أنا عايزة والله حلقات يا دكتور أتكلم عن ده بصراحة، لأن إحنا فعلا الكلام مش هدي حضرتك مش مثل برضو من سيناء. في السبعينيات ذهبت بعثة لاستيراد مادة الكولين اللي بتستخدم حراريات الضغط العالي في الكهرباء. فالصينيين قالوا جابوا خريطة لمصر وقالوا لهم مادة الكولين موجودة عندكم، مش محتاجين إنكم تستوردوها. موجودة في المواضع الآتية في سيناء، في هنا وهنا وهنا. وحددوا لهم على الخريطة. إذن الصينيين كانوا يعلموا عن كنوزنا أكثر مما نعلم، وعن سيناء بالذات لأنه سيناء أرض بكر وبها مواد خام كثيرة. وكان القدماء المصريين بينقبوا وكانوا عاملينها كمحجر ومنجم لمصر، وكان بيتم نفي بعض المجرمين الى هذه البقعة على اساس يشتغلوا في المحاجر هناك فهذا تاريخ كبير. لا دكتور انا بجد استمتعت بكل ده، في حاجات كتير ما كنتش اعرفها واول مرة اعرفها من حضرتك دلوقتي. انا بشكرك شكرا جزيلا على كم هذه المعلومات، وكل سنة حضرتك طيب. كل سنة ومصر بخير وحضرتك بخير. شكرا جزيلا يا فندم. بشكرك دكتور حسين البنهاوي، عضو المجلس الاعلى للثقافة وايضا المحاضر في جامعة عين شمس. بشكر حضراتكم ايضا على متابعة هذه الفقرة، ولسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، واخر حواراتنا الحوارية هتكون مع محمد شعبان بعد هذا الفاصل القصير. خليكم معنا.